يشكل مرض السرطان أحد أهم المشكلات الصحية التي تواجه الكثير من الناس حول العالم، خاصة في الحالات التي لا يتم فيها الكشف مبكراً عن هذا المرض. هذه المشكلة وجدت لها حل مع شركة جنرال إلكتريك من خلال جهاز ديسكفري 710 الذي يساعد على الكشف المبكر للخلايا التي قد تتحول لاحقاً إلى خلايا سرطانية. لمزيد من المعلومات عن هذا الجهاز ينضم إلي ماهر أبو زيد، المدير التنفيذي لجنرال إلكتريك في الشرق الأوسط. سيد ماهر، اهلا بك في سكاي نيوز عربيه. حدثنا قليلا عن هذا الجهاز. هذا الجهاز هو اطلقناه نحن اول مره بالشرق الاوسط. الجهاز ميزته للجهاز انه نعتبر انه شخص عنده اورام سرطانيه، واكتشفنا هالامراض السرطانيه من خلال الجهاز اللي عندنا بوقت مبكر. اللي فينا نعمله او ميزه هذا الجهاز انه مثل ما بنعرف الاورام السرطانيه بيخضع المريض لعلاج كيمائي. العلاج الكيمائي بيستمر اوقات 6 جلسات او 8 جلسات. بعد ما يعمل الجلسه السادسه عاده المريض بيروح ليعمل فحص بجهاز مماثل لهذا الجهاز، بيأكدوا انه هل العلاج الكيمائي فعال او الامراض او الاورام عم تتقلص ولا ما عم تتقلص. الجهاز اللي عندنا في شيء اسمه كيو كلير اللي بيخول الجهاز انه بعد الجلسه الثانيه من العلاج الكيمائي ممكن نعرف اذا هالعلاج فعال ولا مش فعال، يعني بنوفر على المريض بدل ما يروح على 6 جلسات ممكن بعد الجلسه الثانيه نعرف اذا هالعلاج فعال ونغير له العلاج. يعني التوفير على المريض راحة المريض، 6 جلسات علاج كيمائي نوصل بالنهاية أنه مش عم يستفيد المريض، مضنية للمريض. بنفس الوقت لوزارة الصحة أو الكير جيفر يلي بيوفر هال4 جلسات وبينقل لها طريقة علاج تانية. هذا ميزته الجهاز، بيقدر يعرف أنه هالعلاج فعال ولا مش فعال من الجلسة التانية. إذن من خلال جهاز ديسكفري 710 يمكن التوفير الوقت والمال والجهد على مرضى السرطان. مزيد من الأمل يواجه هؤلاء، علهم يجدون حلاً لهذا المرض. نهى عمر، سكاي نيوز عربية، دبي.